خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان مباراة نهائي الدوري الأوروبي اللي هتتلعب ما بين إشبيلية وروما، ده غير مباراة الجولة 30 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فإدارة الحوار الوطني هتعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نص مشروع القانون المكون من 8 مواد داعية للمشاركة بالرأي فيه. وبينص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقر الرئيسي محافظة القاهرة. النهاردة هيقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم ملح الجبل. الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي لنوعية الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتى يستخرجوا الملح من الجبل. النهاردة ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست العاصمة المجرية هيستقبل المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي 2023 بين فريقي إشبيلية الأسباني وروما الإيطالي الساعة 10 بالليل. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي البنك الأهلي مع الداخلية الساعة 7 بالليل، والمقاولين العرب مع الإسماعيلي الساعة 9:30 بالليل.